رقم 8 آخر حاجة، اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء، حاجة غريبة جدا هتكلم عنها بس بخلص، الذي تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون أمس للانضمام للمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30/5/2022، ويتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه كاف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وهو ذات الموقف السابق اللي كان من كام شهر الذي حرم، أنا من عندي اللي كام شهر دي، الذي حرم الأهلي من لاعبيه الدوليين عندما انضموا لمنتخبات بلادهم مصر وتونس والمغرب ومالي للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون، وهو الموعد الذي تزامن مع انطلاق بطولة العالم للأندية بالإمارات والتي شارك فيها النادي الأهلي ممثلا عن القارة الإفريقية. هو إيه اللي حصل امبارح؟ اللي حصل امبارح حاجة برضو يعني غريبة جدا، غريبة جدا. هو مين اللي حدد ان المباراة يوم 30، مباراة نهائي دوري الأبطال يوم 30؟ أنا؟ النادي الأهلي؟ لا. مين؟ الكاف. مظبوط؟ يعني يوم 30 سمعت مثلا، انا قريت اخبار ان كل ده لانه مباراه نهائي اوروبا يوم 28 ورئيس الكاف عايز يروح ليفربول وريال مدريد اللي في باريس، هو عايز يروح يتفرج على هذه المباراه ويجي، فقال لك الماتش يوم 30. طب 30 دي يا جماعه اجنده دوليه، انا قلت الكلام ده امبارح يوم الاربعاء اللي فات، يوم 30 ده اجنده دوليه، هنعمل ايه؟ هو النادي الاهلي يعني، أنا حضرتك والله بجد أنا مش متخيل إن كل ده بيحصل، لأنه أقل حاجة، أقل حاجة إحنا في سنة 22 يا جماعة، 2022، أبص في الورق كده أقول أه تصدق، لو أنا يعني اللي بحط أه ده في يوم 30 أجندة دولية فالناس دي هيتم استدعائها، طب ما خليه 29 مثلا. يعني هو ينفع ألعب نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي هي أكبر بطولة أندية داخل القارة الأفريقية، ينفع ألعبها بدون اللاعبين الدوليين؟ هو في يا جماعة أنت مش لعبتني كأس العالم بالمنظر ده، ومع ذلك شرفت حضرتك كقارة إفريقية وخدت برونزية لتاني مرة على التوالي، هو في إيه؟ هو مفيش حد بيبص في الورق حتى؟ يا موضوع تنظيمي فقط، فقط. يعني ايه يوم 30 وبعدين الاقي المنتخبات الافريقيه بعته؟ حقهم طبعا، انا ما بتكلمش عن المنتخبات الافريقيه، لكن انا بتكلم هو انت كاف يعني ما عندكوش حد بينظم اي حاجه خالص؟ احنا عمرنا ما كنا بنشوف الحاجات دي قبل كده. ده لو انتوا عايزين تدمروا البطوله دي عمركم ما هتعملوا كده. يعني المفروض ان يكون احرص حد على ان كل اللعيبه تبقى موجوده في هذا النهائي الكبير الرائع اللي الكل بينتظره، اللي القاره الافريقيه كلها بتقعد تنتظره وكل حاجه، المفروض اكتر حد يبقى حريص على وجود اللاعبين كلهم في هذا النهائي هو الاتحاد الافريقي، عشان قيمه تسويقيه وقيمه اعلانيه وقيمه كذا وقيمه كذا وفنيه طبعا في الملعب. اعتبر الفنان دي اخر حاجه يا سيدي، لكن انتوا مش عايزين فلوس يعني؟ حاجه غريبه جدا جدا. يعني النادي الاهلي في وسط الهيصه دي كلها وبعدين تقول لك انا عايز العب دوري السوبر الافريقي. طب ازاي هتعملها ازاي؟ يعني مش فاهم. فالنادي الاهلي في وسط كل اللي بيحصل ده وكل الظلم اللي بيحصل عليه ده بيقف ككبير القاره الافريقيه ويتكلم ككبير القاره الافريقيه ويقول لهم انا موجود ولكن هحافظ على حق جمهوري، مصلحتي هفضل وراها، لجنه على اعلى اعلى مستوى في النادي الاهلي، كابتن خطيب لإدارة الأزمة، كابتن خطيب، ياسين بيه منصور، مصطفى بيه مراد فهمي، كابتن حسام غالي، كابتن دكتور سعد شلبي، أستاذ عمرو شاهين، الأستاذ المستشار القانوني لشركة الكرة، كل دول هيبقوا موجودين. بالمناسبة في اجتماع بعد بكرة، مش كمان شهر، لا لا لا، في اجتماع بعد بكرة إن شاء الله لهذه اللجنة لمتابعة الأمور واتخاذ قرارات او عرض قرارات على مجلس الاداره، لو لم يعني لو ما فيش قرارات اتخذت النهارده وهيأخروها شويه، فبعد بكره ان شاء الله في اجتماع
لهذه اللجنه برئاسه الكابتن محمود الخطيب ويشوفوا ايه اللي ممكن يحصل ويعرضوه على مجلس اداره النادي الاهلي. بالمناسبه هو ده مجلس اداره او هو ده الاهلي. مفيش حد بيطلع يقول لجنه او لجنه باسماء كبيره جدا وعظيمه جدا وكل حاجه، ولكن في النهايه ايه؟ مجلس الاداره هو اللي بيقرر. اللجنه بتقول رؤيتها ولكن في النهايه مجلس الاداره هو اللي بيقرر. فاللجنه دي مش هتجتمع مثلا كمان شهر، لا، اللجنه دي بعد بكره في اجتماعات وهتفضل مستمره خلال الفتره القادمه للعرض على مجلس اداره النادي الاهلي، اللي ختاما بيؤكد مجلس اداره النادي الاهلي انه في حاله انعقاد مستمر. ده اخر سطر في هذا البيان، ان النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بيؤكد على انه في حاله انعقاد مستمر. اللجنه زي ما قلت لحضرتك مره تانية وثالثه ورابعه، انا اسف واقول لكم الاسماء بس عشان تبقوا وانتوا قاعدين كده مطمنين وعارفين ان هناك لجنه لاداره الازمه بترفع قراراتها لمجلس اداره النادي الاهلي، اللي هو الاسماء الكبيره العظيمه اللي الجمعيه العموميه انتخبتها للنادي الاهلي، عشان يتخذ القرارات اللي فيها ايه بقى؟ اللي فيها ايه؟ مصلحه النادي الاهلي وجمهوره ومحبيه.